متابعين حلقتنا مع باللبناني وليلى لطي. هاي ليلى. هاي. تمام، بدي اقول لك مرحبا. مرحبا. لا هاي ولا شلومو 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 شلومو. حدا قال لي شي اليوم، كتبت صباح الخير. ايه. بسلم عليه لبيتر. ايه. بس هيك حتى كتب لي اياها بالسرياني. بريخ صفره. بريخ صفره، شو يعني؟ بيتر جبور بالوادي المقدس. تحياتي لإلك. تحية لإلك. شو؟ نحن لغتنا كثير مقدسة. خاصة من بعد الدين المسيحي، كل التعبير اللي بتحسها هي مقدسة. يعني نحن عطول إذا بدنا نقول صبح أو عشية بس نسلم، عطول بدنا نقول شيء مبارك. فبريخ هي مبارك، يعني صفره الصبح. حلو. ومنقول بريخ طهره الظهر، بريخ رمشه عشية، ليليو توبو، جود نايت. يعني هيك طيبة. تعبيرنا أيوة، يعني جود. إيه جود نايت ليليو. حلو. توبو. حلو حلو. ليلى اليوم بأي حرف من المدن والضيع وصلنا؟ بعدنا بالبي. عندنا البي، عندنا 331 ضيعة. أوه. على الأقل، فعندنا حلقات بالبي. آخر مرة وصلنا لبترومين. ونحن قلنا ليش البي بترمز للبيت. قلنا بترمز، لحظة لنرجع نذكر. بترمز بيت، أوضة، عائلة، هيكل عم نحكي يعني معبد. أوكي. تعني شعب، تعني جنس، تعني سبط، تعني فئة، تعني بيت شعر، تعني آية، تعني إنشودة. هالقد البيت، حرف البيت يعني البي، هالقد إلى اهتمام. ومنختصر بدل ما نقول بيت منقول بي. أوكي. فنحن هلأ بالبي. بالبي عنا بترومين. ترومين يعني بيت رومين. رومو باللغة السريانية بتعني الشيء العالي أو السامي، السمو يعني. أوكي. كرمال هيك أو العلو أو السما. ففيها تكون مقام أو مطرح الشرفة، يعني شو بيقولوا، أعلياء القوم، يعني نخبة القوم. عنا البترون. بترون هي بتجي بيت أطرونه بالطه، بس طبعا على بتعرف بتحط التاء والطه حد بعض بيصيروا تاء، يعني محلك أو مكان الطاغية أو المستبد. يمكن كان في حاكم هنيك ساكن هالمركز لإله، مع أنه البترون من أجمل المناطق بلبنان، أكرمل هيك قعد فيها المستبد يمكن. بعدين بقلك ليش عم بضحك؟ اللي ما في يقول على الهواء. أوكي. بتعبورة. بتعبورة بتعني بيت عبوره. عبوره باللغة السريانية حنطة. فيمكن كان مخزن للقمح، هاي المنطقة كانت مخزن. هلا عنا بتعلين. بتعلين بيت عليون. أول إله نحن عنا إياه، خلينا نسميه كنعاني يعني ببلادنا، هو الإله آل، مش إيل، بيلفظوه إيل بس هو آل. إله آل كان عنده عدة صفات وعدة أسامي، يعني عرفت تعرف الآلهة، يعني حتى إذا بتطلع مثلا بالقرآن الإله الله عنده كتير صفات وكتير أسامي. فذات الشيء كانوا الشعوب القديمة. يعني عنا أحد الأسماء للإله قال هو عليون. عليون بمعنى العالي، الأعلى، إله السماوات والأرض. فمن هون بتجي بتعلين، بده يكون تخمين كان فيه هنيك شيء معبد كتير مهم للإله عليون. عنا بتغرين. تغرين بيت يغرين. شو يعني غي؟ على فكرة بالسرياني ما في حرف الغي. في الجي. لا الجي. جي بتنلفظ جي وبتنلفظ غي ببعض المطارح. بس هي حرف واحد. هي حرف واحد الجي، بس اللفظ يعني بنسميه احنا روكوخو، بنسميه يعني تليين للحرف. مثل على فكرة نحن مثلا بالفينيقي الأحرف الأساسية الألفابت، عندك حرف الفا بينكتب فا بينلفظ بي. بي بينلفظ ومنكتبه فا. كرمال هيك بتلاقي باللغة الأجنبية مثلا بي اتش، بي لاحظت اتش بتنلفظ اف، كلها من اللفظ الفينيقي الاساسي الكنعاني يعني. حلو. فهون في عنا بتغرين النبات يغرين. يغرين يعني كومه. فهنيك كان في مطرح في بيكتروا في كثير من الحجار والصخور. كرمال هيك باللهجه العاميه بنقول بغرين للبحص بالضيع، هيك بيقولوا بغرين للبحص والحجاره الصغيره المفتفته. عندنا ضيعه بتلون بشوف بيت تيلو. يعني تيلو هي تلة يعني أو كومة. هلأ انتبه، نحن بالسرياني الواو والنون منلاقي كتير مناطق
فيها واو ونون. الواو والنون باللغة السريانية هي للتصغير، لتصغر الاسم. فبتلون بالنتيجة بتجي مطرح التلال الصغيرة. عنا ضيعت بتير. بتير بيت طيوره. بيت طيوره معناتها حظيرة أغنام، أو حتى شوف الفرق، أو قطيع بمعنى قطيع، أو أوقات الدير، لأنه كانوا قبل قد ما عندهم هالقداسة كانوا يعيشوا بالحظيرة، عرفت كيف؟ أو بمطرح للغنم يعيشوا فيه ويحولوه يعني مثل نوع من التنسك، أو يحولوه مطرح لإلهم ليصلوا فيه، لأنه بيعتبروا هيدا نوع بتعرف من التواضع وتقشف الحياة، يعني مش مثل هلأ الأديورة إنه يعني أكيد مع احترامنا، بس قبل كانوا أكثر عندهم هالتواضع وهالتقشف. لا، هي البساطة والتقشف هو الأساس يعني طبعا. مشان هيك المسيح يعني بنعرف وين ولد بمزود ليعطينا هالرسالة. صحيح. يعني بالنتيجة هي رسالة، والعودة لها أساسية، مش إنه مش غلط، العودة لها أساسية للبساطة وللتواضع. هي هي الصفة اللي تقريبا إن جنرال مش موجودة عند العالم. هيدي اللي يمكن كمان أثرت علينا كبشرية من كل النواحي. ما بدنا هلا نحكي فلسفة، بنعمل حلقة ثانية لما يقولوا طلعنا عن الموضوع. هلا عنا ضيعت بجرين بيت جارين. يعني لأقول لك شو الجارين، هي باللغة السريانية أو الجرين معناتها سلة السهام. قبل تعرف الصيد كانوا بالسهم يتصيدوا، فتخمين يمكن بهيدي الضيعة كان في مصنع معمل بيعملوا فيه هودي السلل اللي بيحطوا فيهم السهام. عنا بجعة. بجعة معناتها بيت جعو. هلا جعو باللغة السريانية أو سوري نقول نحن بجعر، هي الصراخ، وعادة بتكون الصريخ للحيوانات للبقر وهيك. يمكن كان في هونيك بيحطوا ما بعرف شي مزرعة بقر أو شي. عنا بحارة، بنرجع نحن بنقول التفسير، نحن قد ما يعني قد ما فينا عم نلتزم يكون التفسير الصحيح 100% صح، بس اوقات حتى ما بنعرف ليه تسمت هي المنطقه هيك، بتعرف لانه لبعد التاريخ يعني عم تحكي في ضيعه تسمت هيك بهالاسم يمكن من 2000 سنه، في ضيعه من 1000 ومن ايام لموارنا، يعني عم تحكي من القرن السابع، فشوف قد ايه الفتره بعيده، فاكيد يمكن المعنى الاساسي او خلينا التفسير ليش تسمت هيك ما بنعرفه، بنجهله. بس هلا في عنا قلنا نحن بجعه بيت جعو، قلنا محل خوار البقر وهيك. عنا بحاره، بتجي من بحوره باللغه السريانيه معناتها فحص. بس شو بنقصد لحديت اليوم اذا بدنا نقول الفوركاست تبعول الويذر يعني الطقس، بيتفحصوا الطقس من هون لبوحير. ايه البوحير من هون، مش معقول إلي، مش معقول. البوحير هن اللي حكينا عنهم 12 يوم اللي بيجوا من بعد عيد الصليب، وكل يوم بيمثل النهار بيعطي شو الطقس تبعول هالشهر، فحكينا عنهم كمان بحلقة سابقة. بس دغري بتحفظهم جنن. بحران يعني بتجي من بحرونه بذات المعنى. بحالة بيت حوله معناتها الرمال، بيت حوله يمكن كان في مرملة هنيك، يعني هلأ بتعرف البلد بصه صار مرامل، فتخمين هديك المنطقة، بس يمكن ما كان في غيرها كمان هيك حطوا اسمها هيك. عنا بحبوش، بيت حبوش يعني هي حبس باللغة السريانية، على الأرجح هي محبسة للرهبان. عندنا بحرصف بيت أو بي حرصفته يعني بس تشتي الدنيا، هو البرد اسمه حرصفته. تخمين منطقية يعني لأنه عالي يمكن المنطقة. كان ينزل فيها كتير، معروفة أنه بينزل فيها كتير برد. بحصاص بيت حصوصه معناتها البحص الصغير. كمان عندنا بحلش بيت حالوشو. هلا انتبه، الحالوشو كشخص هي على الارجح لشخص كان هوني، معناتها الضعيف او الحقير او الميزربل. يعني هلا ما تنسى كانوا الرهبان او اباء الكنيسه يوصفوا حالهم انه انا العبد الحقير الفقير الضعيف،
فهيدي من الصفات اللي لها علاقه بمسيحيتنا، فاحتمال يكون كمان هنيك مطرح كان لشيء متنسك. بحنس بيث حانوسو بالصاد هي، بس بتصير على اللفظ بالسين، معناتها مطرح لتربيه الخنازير الصغيره. حوارة بيت حوارو، حوارو نحن بنعرف أبيض ممكن تاني، وكمان على فكرة قطعة الكوين النقود الفضية كانوا يسموها كمان حوارو. يمكن يمكن كان هنيك مطرح بيسكوا فيه العملة، ما شي وزارة مالية ما بعرف. كان عندهم تفقة وضرائب. لا لا كان في ضرائب على فكرة. بدادون أو بيت دو دونو، يعني بيت العم الصغير، يمكن عائلة كبيرة كان في العم الصغير ساكن هناك. البداوي بي دووي، دووي معناتها الضعيف أو المريض أو السقيم. هلأ في احتمال تاني هيدا اضطريت حطه، هي معناتها بديويو، معناتها بدوي، احتمال كمان شيء بدوي كان ساكن هنيك. عنا بدبة بديبو، بدبة معناتها مأوى للدب، وكان فيه كان في ببعض المناطق الجبلية دب بلبنان قبل ما يتغير الطقس وقبل ما يتصير مسكونة مأهولة، ما كانوا جبال مأهولين. هلأ عنا ضيعة بتجي بالأم أو بالأب، نحنا منفكرها أم mother يعني، لا هي مش هيك. نحن بالدارج شو بنقول اذا شغله او اوقات شو بيقولوا للام 44 يعني ذات، يعني عندها تملك 44 لنقول اجر، او بنقول لشو السياره ام عيون ام كذا، يعني صفه يعني ذات بتعني. فمن هون طبعا هي بتجي من اللغه السريانيه ام رابو ذات. هلا انتبه، رابو معناتها الرب أو الكبير باللغة السريانية، وعادة هيدي صفة كنا منقولها للإله بعل، فعلى الأرجح في مزار للإله بعل بهيدي المنطقة. هلا انتبه، يمكن إذا ببحبشو أو الموجودين هنيك أو الآثار فعلا يمكن نلاقي هنيك، بس أو بطل موجود أو تحت الردم. يعني الاسم ممكن يدلنا على شيء. أكيد أهل الضيعة بيقدروا، على فكرة في كتير ضيعة بس احكي بيكونوا الناس مش عارفين، بس قلهم بيقولوا لي مزبوط في هيك شيء عنا، فهيدا تأكيد لأنه نحن مش رح نعرف كل الضيعة ومش منزورة يعني. أكيد. عنا أميون كمان أم يونو، أم يعني ذات مثل ما قلنا، اليونو باللغة السريانية معناتها الحمام. تخمين كان في هنيك يمكن مطرح بيربوا فيه الحمام أو في كتير حمام هنيك. أمية قد بعد معنا وقت منيح؟ يلا بنعمل بعد شي ثلاث ضياع. يلا أمية، أمية من آمو، آمو هيدي ضيعة على فكرة بجنوب بنت جبال. أمية بتعني قناة. نعم أوكي. أكيد قناة مي مثل يعني. مثل اليوم بنقول الأماية. إيه مزبوط، منها بتجي يعني قناة. الأمية الأساسية سيئة. اللي بتنزل مي. هلا عنا ضيعة اسمها أنان، هي أنونا، أنونا معناتها معاش تقاعدي سنوي، عادة بيكون مونة أكل كان بوقتها، أو ضريبة سنوية فيك تقول، كان يؤديها الفلاح عادة بيعطيها كان الشعير. نعم. بيعطي كان هيدا. بعد في عنا يلا اسمين، يلا اسمين، لأنه هودي الضيعة ببلشوا بذات الكلمة. إجد، إجد برا، إجد برا، إيه، وعنا إجد عبرين. إجد أول شيء الألف هي دخيلة علينا من اللغة السريانية، من اللغة العربية عفوا، هي الكلمة أصلها جادو، جادو بيعني الحظ أو القدر، وكان في إله أو آلهة القدر والحظ كتير موجودين وكتير عندهم هالأهمية. بعدنا لليوم بنقول هيدا حظه هيك يعني، بعدها من نفس الفكرة. هلأ برو يعني ابن، بس بيعني هون المعنى حظ أو قدر الابن أو الإله الابن، إله الحظ.
مثل ما بنقول على فكره مثلا نحن بنقول سيده المنيطره، ذات الشيء فينا نقول اله الابن، يعني صفه لهالمطرح. عندنا اجد عبرين كمان بتجي من جادو دعبرين، يعني اله عبرين، العبرين معناتها الجهه المقابله، وجادو مثل ما حكينا بتعني على الارجح اله الحظ. شكرا كثير ليلى، رح نتلاقى الاسبوع اللي جاي كمان حرف البين الله راد. نحن رح نتابع حلقتنا مع انجاز لبناني مميز مرتبط بزياره البابا الى قبرص.